ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. صديقي كن صديقي كن صديقي.
كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي. Thank you.
مساء الخير. ما رضا الله إلا برضا الوالدين. ما عساني أن أقول هذا المساء على القناة الفضائية التونسية. لو قلت شكرا فالتعبير لا يفي بالكامل عن مشاعرنا في القناة الفضائية قناة 7 التلفزيون التونسية وتونس عاصمة ثقافية. أقول فقط شكرا لله، إن شاء الله يا ربي ما نفقدش الأمل في نهاية القرن الحالي على أن تكون لنا أكثر من حمامة سلام وأكثر من سيدة المهرجانات على مستوى هذا المستوى الراقي، للسيدة ماجدة الرومي. سيدتي العزيزة، أعترف أمامك على الهواء أن سعادة الطفل تغمرني هذا المساء وأنا أستقبلك في سهرة تلفزيونية تونسية على الفضائية. بدأت أنت بكون صديقي، كنا أصدقاء لك، مش خليك الكلمة الأولى حتى تحيي جمهورك اللي تابع فيك على الفضائية التونسية في كامل أوروبا، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في مصر، في كل مكان يمكن يغطيه الأوتلسات اللي من خلاله بث برامج الفضائية التونسية، في هذا الجمهور اللطيف برج بكوش أريانا مدينة الورد. سعادتي مسيكم بالخير. سعادتي كتير كبيرة الليلة إني يكون بينكم، لأنه بشتقلكم عطول وما بصير دايما مجال إني التقي فيكم كل 3-4 سنين مرة، بس بحملكم بقلبي وبرجع عبيروت وما بنساكم أبدا. وبعرف إنه هيدا مش حلمي وحدي، حلم كل فنان عربي إنه يغني عندكم. أولا لأنكم عاطفيين، ثانيا لأنكم مثقفين، ثالثا لأنكم واعيين، رابعا لأنه ما بينضحك عليكم، خامسا لأنه كل واحد منا بهالبلد، كل حدا منا بيغني، أكيد أنا أنه بياخد حجمه، وأنتوا ما بتعطوا إلا القيمة اللي بيستحقها. شكرا لكم. هذا اللقاء مع السيدة ماجدة الرومي تم الاتفاق عليه، وهذه لابد معلومة نعطيها لأصدقائنا وصديقاتنا، منذ شهرين ونصف. وأنا نحب تحية خاصة لصديق عزيز هو دائما حريص على أن يبقى في الكواليس، وهو نجم نقول زوج مثالي، لأن يخلي زوجته فعلا في جو متكامل. نحب تحية خاصة، ولو أنه التحية ذي تحرج برشا، لكن اسمح لي في هذا الإحراج الصديق العزيز زوجها أنطوان تفوني، أيضا صديق الفنانين والمبدعين في الوطن العربي. الآن إلى منتهى الإبداع مع صديقنا ماجد اللي كالعادة له أجمل الأصابع مع مجموعة العازفين، مع نجم عربي كبير قدمناه وعاد ويعود لأنه الجمهور طالب بهذه العودة، فهو ضيف شرف في هذه السهرة في استضافتنا لسيدة المهرجانات ماجدة الرومي. أنا سعيد بأن أفسح له المجال الآن ليكرم على طريقته العندليب الأصبر عبد الحليم. برشا ماء برشا لطف، لأنه حبك نار عبود عبد العال.
أستاذ عبود مساء الخير. مرحبا بك. مساء الخير. طبعا شكرا. نعم شكرا لأنك أضفتني مرة ثانية. أنت في بيتك سي. شكرا. مرهق العازف. لا لا واصل صوتك. واصل. واصل الحمد لله. قلت أستاذ عبود ربما هذه فرصة باش نعرف آلة الكمانجا، هل هي أشكال، هل هي أنواع، هل عازف الكمانجة فعلا يقوم بكل هذا الجهد؟ عبود قديش توا؟ اكثر من 40 سنه تبارك الله. بالضبط عشان ما اكونش كذاب. نعم 50 سنه. نعم 50 سنه كمانجة، يعني كي نعمل عمليه حسابيه سريعه 62 سنه، نعرف انك مثلا عمرك 12 سنه بديت آلة الكمانجة. لا انا ابتديت عمري 7، ابتديت أتعلم الموسيقى. نعم. كان عمري 7 سنوات. 7 سنوات. ولما كان عمري 12 سنة. نعم. اشتغلت في الفن. نعم. مع مطربين كبار، كانت في مطربة سورية. نعم. اسمها ماري جبران. نعم. كان عمري 12 سنة. نعم. وكان طالع وقت الفن والحبيب المجهول وال تبع الذهاب القديمة، فما. نعم. كانش حافظهم غيري أنا لأنه كنت هويهم، أنا كنت. نعم. طفل صغير. نعم. تو هذه آلة الكمانجة هل تأخذ كل هذا الوقت لإعدادها؟ يعني أعطي فكرة للسادة النظر، يعني حكيت لي حكاية حلوة برشا. المعد يعني المعد. كيفية صناعة الآلة هذه والنجارة متاحة والوقت اللي تاخذه، يعني في كلمتين، يعني هي آلة صعبة. هي الصعب. آلة صعبة، هي الحقيقة بتكون شقفة خشبة. نعم. يعني ما فيهاش روح. نعم. فبيطلع المعد بيعملها على السنتيمتر، بيحاول يشتغل فيها يشتغل فيها يشتغل فيها لغاية ما يوجد الوش مثلاً. وبعدين بيجيب آلة موسيقية، آلة بتعمل صوت. نعم. يضربها وبيحطها على المقام، تبقى مثلا لا، بعدين سي، بعدين دو، بعدين ري، لغاية ما تثبت معه. لو ما ثبتتش. نعم. هيكبها ويغلقها. طبعا تاخد معه، أنا اللي صنع لي الكمانجة واحد إنجليزي. نعم. يعني أخذت معه صناعة الكمانجة هاي ما يعادل سنتين. 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 هلا له سنة، تلفنت له قلت له طيب عايز واحدة ثانية لأنه صناعته كويسة جيدة. نعم. فقال لي لسه ما خلصتش، يعني له سنة بيشتغل فيها. ولسه. نعم. فطبعا الصوت المهم. نعم. صوت الكمانجة مهم. اصل الاله الكمانجة مش عربي. عربي. اصل رباب. يعني عربي. نعم. اصل ربابي عربي. اي رباب يعني عربي. نعم. معنى. نعم. مين حولها لهذه الطريقه لهذه الطريقه في العزف؟ ما في يعني شك. كانت هي ما كانتش فيها كل هذه الاوتار. لا رباب. لا 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 لا. الرباب. لا هي ربابي اصلا. نعم. ما تنساش انه العرب كانوا فاتحين. نعم. يعني العرب لما طلعوا وغزوا أوروبا وطلعوا لأوروبا وكانوا فاتحين، يعني كانوا الدولة العظمى في العالم العرب. نعم. فطلعوا العرب لأسبانيا وتطوروا، لما طلعوا لأوروبا العالم الأوروبي أخذ منهم الناي وأخذ منهم اللي هي ربابة فطبعا فكر فيها وطورها،
والناي طورها الى فلوت، عملها من حديد، وطبعا تطورت الى اشكال معينه. يعني تطورت هي في الاساس دغري كانت، وكان هون يحطوا لها سماعه صغيره عشان يطلع الصوت. نعم. وبعدين لقوا انه هذا مش مزبوط، معه مع الايام ابتدوا انه يحسنوا لغايه ما وصلوا لدرجه انه هذه هي بقى لها سنين. يعني اربع اوتار فقط؟ اربع اوتار. نعم اربع اوتار. ليش اربع اوتار؟ هن باعتقادهم انه مثلا الوتر الصول، نعم، يعني الصول الاساس تجي مثلا شايف، نعم، فيها كذا مساحه، يعني فيها اربع اوكتاف بسموه صول 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 صول. طوروا اربع اوتار كمان عشان الهارموني، لما تعمل هارموني. بس طبعا انا دوزاني عربي، نعم، انا عاملين سول ري سول ري بيه. في الدوزان الغربي بتبقى لا مي ري سول. سعيت لإنجاز هذا اللقاء بينك وبينها، هو صوت سونيا مبارك. سونيا مبارك يا ساحة فاطمة، تفضل سونيا. ننتقل للصالون هناك. تفضل للصالون. تحية لفنانتنا الرقيقة سونيا، تفضل. يعني يريد أعرف السيدة ماجدة الرومي أساساً الذي يشدك في سونيا مبارك. أن صوت عربي رائي، وأنه نحن منعقد عليها أمل كتير كبير بأنه معها توصل الأغنية لمستوى العالمية. بفتكر في كتير أصوات ممتازة بالعالم العربي، ويعني عم تقدم أعمال كتير حلوة، بس بشوفها بشكل أو بآخر بعيدة عن هالخط. هيدا في كم صوت بالعالم العربي برأيي مؤهلين أنه يوصلوا الغناء العربي للعالمية من هالأصوات؟ سونيا، سونيا، يعني هذا الإعجاب
من سيدة راقية في مستوى بطبيعة الحال ماجدة رومي، أكيد عنده وقع خاص عليك سميع. الحقيقة هو إعجاب متبادل، ونحب نقول اللي مدام ماجدة يعني بخلاف طبعا الخط الفني والحس الفني صعب إنه تقيمه فقط هكذا في جملة، لكن كذلك والمهم جدا هو الخط الإحساس الشخصي، لأنه لما نشاهد مدام ماجدة على الركح مثلا تحس أنها قريبة من الجمهور، تحس أنها صادقة، وهذا مهم جدا بالنسبة لأي فنان أنه يقدم الشيء ويكون صادق مع نفسه أولا، ويكون راضي عن الإنتاج اللي قدم فيه، وبالتالي الجمهور يكون يحترمه ويكون راضي عليه. نعم. سيدة ماجدة، مثلا أنت معجبة بسونيا وهي كذلك، تلتقيان في نقطة ما في المسيرة الفنية في النوع الراقي للأغنية، لكن ما تراش أنه جاء الوقت الآن للتعاون، للالتقاء، لتجسيم تكامل العربية، حتى لا أقول وحدة عربية لأنه الكلمة صعبة جدا ووزنها ثقيل جدا، لكن نقول على الأقل تكامل. هل في أحلامك أنك ربما تلتقين مع أصوات عربية كصوت سونيا مبارك؟ بلا بلا، لهدف عربي كبير بحب نعمل هيك، إنه بس مشنا نلتقي لنلتقي، نلتقي لنعمل شيء يهز، يعني فرضا إنه نكون عم نعمل رايح هالحفلة الكبيرة، يكون مثلا رايح لأطفال لمؤسسات خيرية، لأطفال بحاجة لإلنا، لأيتام، لمعاقين، لا ما بعرف، لمشاريع عربية بحب كتير، بحب إنه ندفع عملنا صوب كمية من الإنسانية أكبر، بحب كتير. نعم سونيا، لو أقترح عليك الآن أن تسمعي شيئا جميلا هكذا وأنت الواثقة من صوتك، وذلك نعلمه جيدا في تونس ويعلمه كل الذين يعرفون سونيا مبارك جيدا، ماذا يمكن أن تهدي، ماذا يمكن أن تقولي لماجدة الرومي غناء؟ والله الترحيب صعب، لأني أنا نفسي فرحانة جدا أني قابلت المدام ماجدة الرومي، وبش نرحب بها بالملوف التونسي. الحقيقة مقطع صغير من الملوف التونسي. قد بشرت بقدومكم ريح، قد بشرت بقدومكم ريح، ريح ريح الصباح قد بشرت بقدومكم ريح، قد بشرت بقدومكم ريح، ريح الصبا قد بشرت بقدومكم ريح، ريح قد بشرت بقدومكم ريح، ريح قد بشرت بقدومكم يا زائر.
ومرحبا 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 ومرحبا. صوت آخر وهدية ثانية، والقسم المشترك بين سونيا وهذا الصوت هي الأناقة، هي سمو الأخلاق. بصراحة أنا سونيا صديقة وأخت عزيزة جدا علي، ويعلم هذا جيدا الجمهور التونسي، أحترمها وأحترم الوسط العائلي الذي تربت فيه سونيا، والذي كان هو المنطلق الأول كما نشأت أنت سيدتي العزيزة مجد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. صوت آخر سينزل في سهرة من سهرة ضيف عندي، لكن أبا إلا أن يكون في لقاء لطيف معك، لأنك اكتشفت هذا الصوت في سهرة من السهرات التي عرضها التلفزيون اللبناني لفيوتشر، وأعجبت بهذا الصوت إعجاب كبير، ففكرت في استضافته. هدية لك أيضا سيدتي العزيزة ماجدة الرومي، صوت الفنان الرقيق الذي شرفنا في كل المحافل الدولية وأخيرا في لندن، صوت وشخصية صابر الرباعي. ماذا شدك سيدتي العزيزة في صوت صابر الرباعي؟ الإحساس العالي اللي بهالصوت، يعني أنا كتير قليل بحس حالي هيك بعبر عن عواطفي على العالي، أنا إجمالاً من النوع اللي بعبر داخلياً. نعم. فسمعته مؤخراً وكنت منزهلي بحالي أنا شو عم بعمل، بقول له آه الله إيه الله، بس حقيقة إحساس مرهف، وأنا قلت له كل المستقبل بين إيديك، وبرجع بقول اليوم كل المستقبل بين إيديك، الله يوفقك.
بعد الترحاب بيكي في تونس نرحب طبعا بصفتي فنان تونسي وفنان اطمح الى تقديم الاغنيه التونسيه ويعني تشريف الاغنيه التونسيه. نرحب بك بتونس، وانا يكفيني ان نقول انه هنيئا للموسيقى العربيه وهنيئا للاغنيه العربيه ككل وللاصوات العربيه بصوت وبشخصيه وبثقافه تضاهي ثقافه السيده ماجده. طبعا تسلم، يكفينا فخر انه في كل يعني المحطات وفي كل المناسبات نسمع صوت الفنانه الكبيره ماجده، وهذا يشرفنا طبعا. صبر في تجربه السيده ماجده بعد اذنها. نعم. طبعا شو اللي يشدك خاصه عندما تستمع اليها وتشاهدها في حفل او على التلفزيون؟ شو اللي يشدك فيها واللي تعتبره هو نهج صحيح؟ معناها اللي ينقص حاليا الساحه العربيه انه نلقاو فنان صادق مع نفسه. تحس صدقه؟ طبعا صادق مع نفسه وصادق مع كل ما يقدمه من اغاني ومن رسائل. هو طبعا يود في كل الحالات انه يوصلها بحذافيرها الى المستمع العربي، ويعني نحس انه في هناك عمل متكامل من الف الى الياء في كل حفله، يعني وعمل صادق وعمل واضح للناس، ما فيش خلل، يعني ما تحسش انه فما خلل. احيانا يحصل انه في الحفلات تكون فما يعني الناس ما تتماشاش مع اغنيه او تتماشى مع اخرى، ولكن نحس من الاول للاخر انه الناس تكامل العرض، يعني هذا هو، يعني فما دراسه وتقديم. هذا هو. انا احب نسال بحضور صابر الرباعي والصديقه العزيزه الفنانه الرقيقه سونيا مبارك سؤال الان للسيده ماجده الرومي. ما هي الاشرطه التسجيليه التي تمتلكينها في البيت، والى من تستمع صراحه السيده ماجده الرومي في الاوقات التي تجدها للاستماع للغناء؟ من الجيل اللي مر قبلنا تقريبا عندي للكل، بس هلا انا شو انا مزاجي شو بحب اسمع اكثر كثير بحب اسمع عبد الحليم. عبد الحليم شغلي بالغناء العربي، بحسه في اصاله بس بنفس الوقت حديث وواصل لجيل الشباب، كانها الفنان مات وما مات، يعني ما في سهره من سهره مش عبد الحليم معنا. هيدا بدل على ذكاء كبير، على الاحساس العالي اللي كان متمتع فيه، على شغله، على الكلمة اللي بتوصل لجيل الشباب واللي بتأثر فيه، واللحن يلي بيقدر يحركن. بعتقد انه من هالنواحي هاي اللي كنت عم بحكي عنها هو خارق حقيقة. انا كتير بحب اسمع له، واضافة للي عم بحكي انه كان والدي دايما يضلوا اللي تعلمي من عبد الحليم كيف بحسه بالكلمة. طبعا في بقيه الاصوات الثانيه الكبيره كلها موجوده وبسمعها من وقت لوقت، بس هالصوت بسمعه اكثر بكثير. اكيد في صوت السيده فيروز يلي هو بشكل جزء من نهارنا، الست فيروز صوتها جزء من نهارنا. كمان انا كثير بحب صوت اسمهان وبحب اسمعها على طول، وبحسها انه من اجمل الاصوات العربيه اللي مرقت على الساحه. هلا من الجيل الجديد مين بحب اسمع؟ مش كتار هن الحقيقه. تمنيت احصل على شريط لسونيا وما كان معي هالشريط. هي سونيا اليوم بعثت لي شريط وانا كنت سعيده فيه كثير، وقلت رجع على بيروت حقيقه مع شريط لحدا بحب اسمعه على طول. انا من اللي بيسمعوا لاميمه الخليل، اميمه صوتها ممتاز، وبركي هالصوت مش كتير أخذ حقه لأنه كان عم بيظهر ضمن وهش فنان كبير. صحيح. اللي هو أستاذ مرسال خليفي، بس هذا ما بيمنع أنه هي فنان كبيرة، وأنا عندي كل أشرطة ومن الأصوات الجديدة بلبنان هي الصوت بركي الوحيد يلي أنا بملكه ببيتي لصوت نسائي يغني.
يمكن في أصوات تانية بحبها بس ما عندي أشرطتها، مثل أستاذ لطفي بوشناق ما عندي له أشرطة، مثل أستاذ صابر بتمنى إنه أخذ معي شيء على بيروت حقيقة، لأن أنا الحقيقة بركي ل يعني لغلط فيني، بس إنه أنا ما كان إلي علاقة بصوتك قبل ما سمعتك ببيروت عم تغني عم حطة من المحطات اللبنانية. بس قديش كانت فرحتي كبيرة إني أقدر ألتقيك ألتقيك هون وأسمعك عن قرب، و بتصور إنه مستقبلك كتير كبير، وبحب إذا عندك أشياء بتغنيها حتى للمطربين الكبار إنه أخذ شريط معي على بيروت. طبعاً أكيد هذا وعد مني، وبيحضر أخ نجيب وسونيا إن شاء الله نديك الأشرطة بإذن الله. فما شرايط خاصة طبعاً، هو شرايط للأساتذة الكبار طبعاً. نعم. أكيد. وبالإضافة بس بحب أحكي بعد عن صوت أنا إلي علاقة خاصة فيه، صوت أستاذ كاظم الساهر. بحترم صوته وبحترم تجربته وبقدر فيه رغبته بأنه يقدم الأفضل للأغنية العربية، عم يشتغل حقيقة بجهد كبير لا تقدر معه تقدم خطوة لقدام، وأنا ما عندي شك بهالشي. هلأ حكيتك عم كم صوت بس ما بنقدر بكم كلمة نشمل الكل. صبر ترحيبك غناء في هذه الجلسة العربية الجميلة يعني التي جاءت القاهرة من السيدة ماجدة الرومي يعني، وألحت على هذا الإعجاب الكبير، فريت أنه وجودكم هو إضافة لتنوير الجلسة، هي منورة تبارك الله بما فيه الكفاية بأختنا السيدة ماجدة الرومي. يعني شو تختار؟ ما يسعدها هي يعني؟ هي قالت أنه طبعاً سونيا تشرفت وغنيت المألوف التونسي وأصالتنا طبعاً، وهي مش نزيد نلبي لها الرغبة، أنها قالت تسمع على حبل الحليب. إيه فمش نقول ولو مقطع صغير. طبعاً. موعود موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي موعود، ودايما بالجراح موعود يا قلبي، موعود معايا بالعذاب، موعود يا قلبي، موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي، بام برم بام 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 بام، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي، ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي، عمرك ما شفت معايا فرح، كل مره ترجع المشوار بجرح، وعمرك ما شفت معايا فرح، كل مره ترجع المشوار بجرح، والنهاردة جاي تقول انسى القطرة، جاي تقول لي يلا بينا الحب فات، النهاردة جاي تقول انسى القهار.
جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فا. ومايل وحدة في منديله كاتب على طرف أجيله مايل وحدة في منديله كاتب على طرف أجيله هو أمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى أميل وحدة في منديله كاتب على طرف أجيله وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة أررا وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى خلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى أشكر جزيل الشكر قبول الدعوة الصديقة العزيزة الفنانة الرقيقة سونيا مبارك الصديقة العزيزة الفنانة الرقيق صابر أرباعي وسؤال يمهد للمادة الموالية سيدتي ماجدة الرومي على المسرح تنتقين أيضا اللباس وفيه سحر وفيه حسن اختيار وحركتك على المسرح هل هي حركة مدروسة؟ هل تخططين لذلك؟ أما هي تفاعل من وحي اللحظة؟ لأنه الآن سنقوم في دقيقة وثلاثين ثانية فقط في رحلة في مجموعة من مهرجان جرش تونس ما أمكن أن نحصل عليه من الأرشيف ووصلنا إلى هذه الصور فلو تفضلتي بالإجابة هل هي وحي اللحظة تفاعل أم هذه الشخصية التي تحرص على أن تبرز بها دائماً السيدة ماجدة الرومي لجمهورها؟ طبعاً مستحيل تكون التفاصيل صغيرة بتصرف عفوي على المسرح مدروسي ولا بصير بتكون بتضحك إلا إذا كان في شيء نظام عم بصير بالمسرح مع مجموعة فنية موجودة على المسرح مثل أول مرة جيت على تونس وكان بعد ما عرفتي كتير قليلة بالحركة على المسرح كيف بدها تكون وهيك فهني كانوا عم بيعطوني مثل الأبيسي تبع الحركة على المسرح يمكن بهالمرحلة إيه بس بعد هيك لا حقيقة بكون بضحك إذا الواحد تعلم إنه هلا بدي أعلي إيده هيك هلا بدي وطي هلا بدي أعمل هيك لا طبعا لا. Thank you.
حاولنا في سهرية على الفضائية وما زلنا في الحلقات المتباقية أن نمهد السبيل لسهرات مهرجان كرتاج. هناك تعاون وثيق بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية ووزارة الثقافة حتى نكون متناغمين متكملين تمهيدا لمهرجان كرتاج. نقول للسيدة ماجدة الرومي أسعدتينا، غنيتي فانضربنا وتحدثتي فانتشينا، شكرا لك أختي العزيزة ماجدة الرومي. نخلي لك مسك الختام في النغم اللي اخترتيه اللي هو نغم رائع جدا، كلمات، والكلمات مهما قيلت فهي لن تكون كافية للتعبير عن السعادة. شكرا لك للسعادة اللي منحتيها لنا هذا المساء السيدة ماجدة الرومي. شكرا، كلمات، وإلى اللقاء الحلقة القادمة بإذن الله.
منك الكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات والمطر الأسود في عيني في عيني يتساقط زخات زخات يحملني تحملها